منظمة كانت تتبع الحزب النازي، أنشئت سنة 1925 وبدأت أعمالها كحراسة خاصة لأدولف هتلر وقادة الحرب الآخرين، وتعد أحد أهم أدوات الإرهاب النازي. نمت من تشكيل شبه عسكري صغير خلال جمهورية فايمار إلى واحدة من أقوى المنظمات في ألمانيا النازية. في سنة 1926 وضعت تحت إمرة الـSA، أي الجناح العسكري للحزب النازي المعروف بقسم الهجوم، واختصاراً SA. وفي سنة 1939 أصبحت وحدة شبه عسكرية مستقلة تطلع بمهام بوليسية في صلب الحزب النازي. منعت هذه المنظمة في سنة 1945 واعتبرت منظمة إجرامية للدور الذي قامت به في الهولوكوست. شوتسشتافل، حراس هتلر المخلصين. كون هتلر فرقة لحمايته وتنظيم أماكن إلقاء خطبه، وكانت حينها تعرف باسم فرقة حماية القاعات. وكانت هذه الوحدة تتكون من كل من يوليوس تريك ويوزف بروشتولد، اللذان كانا عضوان في الـSA، ومن بعض عناصر المدفعية التابعة لميونخ. سنة 1923 طرأت خلافات داخلية بين هيرمان إيرهارت من جهة وإرنست روم وأدولف هتلر من جهة أخرى، فتم حل هذه الوحدة وتكوين ما يعرف بفرقة الصدام ستروب تراب من 12 عنصراً من الـSA. وكانت مهمة فرقة الصدام أولياً حماية هتلر من هجمات فرق الهجوم التابعة للحزب النازي، وكان كل من يوليوس تريك ويوزف بروشتولد يتوليان قيادة فرق الصدام المتكونة من أولريش كراف وإيميل موريس وكريستيان فيبر ويوزف ديتريتش ورودولف هاس وياكوب كريمنكر، بالإضافة إلى فالتر بوخ وكارل فيلر. وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة لهتلر تم منع هذه المنظمة في 1923. سنة 1925 تلقى يوليوس تريك الأوامر من هتلر بإعادة تكوين وحدات حماية القاعات. اختار 8 أشخاص من وحدة الصدام وكون بذلك النواة الأولى لوحدة الـSS، التي تدرجت عبر عدة مسميات مثل حماية القاعات وفريق الحماية، مروراً بفريق الهجوم ليستقر اسمها على وحدة الوقاية الذي اختاره هارمان كورناك نسبة إلى تسمية إحدى وحدات الطيران الألماني. وسرعان ما تطورت هذه المنظمة لتشمل كلاً من ألمانيا وآلافاً من المنتسبين. تعاقب على قيادة قوات الـSS العديد من القادة حتى استقر الأمر على الجنرال هاينريش هيملر، ثاني أقوى رجال النازية بعد هتلر وأكثرهم عنصرية. انضم هاينريش إلى الحزب النازي المتطرف في 1923 وسار مع هتلر وهيرمان جورينج وغيرهم من القادة النازيين ضد الحكومة الألمانية ضمن انقلاب باء بالفشل. وبعد انهيار الانقلاب أصبح عاطلاً عن العمل قبل أن يعمل سكرتير ومساعد شخصي لغريغور ستراسر المعين من قبل هتلر كمتحدث رسمي باسم الحزب النازي. وبدأ هيملر يبني سمعته كمنظم ومتحدث أيضاً باسم النازية بخطابات عنصرية تمجد العرق الألماني وتدعو للكفاح ضد أعداء ألمانيا أخصهم اليهود. عين بسبب جديته الشديدة وولائه الفائق لزعيم الحزب النازي هتلر ضمن فرقة SS عام 1929، والمكونة آنذاك من 280 رجلاً تمثل أعين هتلر. أدرك هيملر قدرته على تطوير فيلق النخبة النازي SS بعد تعيينه قائداً لها، فأصبح عدد عناصره أكثر من 52,000 عندما استولى النازيون على السلطة في ألمانيا عام 1933. عمل إلى تحويل أعضائها لأدوات عسكرية تستخدم لإبادة واعتقال يهود أوروبا ضمن معسكرات الإبادة أبرزها أوشفيتز، وكان يفحص كل طلب التحاق بالقوات الخاصة على حدة للتأكد من نقاء دم المنتسب، حيث رفض كل من لم ينتمي إلى العرق الآري، كما عرف كيفية التواصل مع أتباعه وتأمين ولائهم المطلق وتعزيز شعورهم القومي والعرقي بخطاباته. في 28 من فبراير 1933 أصدرت الهيئة التشريعية للرايخ مرسوماً بتفويض البوليس بعد حرق الهيئة التشريعية للرايخ البرلمان الألماني في 27 فبراير عام 1933، والذي أعطى للبوليس قوة غير محدودة تقريباً للاعتقال، وكانت تلك القوة يطلق عليها اسم الحبس الوقائي. وفي المصطلحات الاشتراكية القومية تعني عبارة الحبس الوقائي
ومنحهم سلطة اعتقال المعارضين المحتملين للنظام دون تقديمهم للمحاكمة أو للإجراءات القضائية. ولا يتم حبس سجناء الحبس الوقائي في نظام السجن العادي، لكن في محتشدات الاعتقال. وأقيمت هذه المحتشدات في بادئ الأمر على يد جيش الإنقاذ، ثم بعد ذلك بموجب السلطة الكاملة لرئيس القوات الخاصة حرس النخبة للدولة النازية. في 20 مارس 1933 أعلن هينريتش هيملر عن افتتاح معتقل داخاو الذي يقع بالقرب من ميونخ في جنوب ألمانيا، ويعتبر أول محتشد اعتقال أسسه النازيون. وقد أعلن هينريتش هيملر رئيس القوات الخاصة عن افتتاحه في 20 مارس 1933، ووصل أول مسجونين إليه في 22 مارس، وكانوا من الاشتراكيين والشيوعيين في الأساس، وهو المحتشد الوحيد الذي ظل يعمل من عام 1933 وحتى عام 1945. عين أدولف هتلر هينريتش هيملر رئيس القوات الخاصة كرئيس لوحدات البوليس الألماني كافة في 17 يونيو عام 1936، وتمت بذلك مركزة قوى البوليس بأسرها لدى سلطة واحدة، وأصبح الجستابو أو البوليس السري الألماني تحت سيطرة هيملر، فكان مسؤولاً عن حماية الدولة ويملك سلطة إرسال الأفراد لمحتشدات الاعتقال. وفي أغلب الأحوال كان أعضاء البوليس السري الألماني أعضاء في القوات الخاصة أيضاً. مرت الأس أس بعده بمراحل تنظيمية، واستقر الأمر بها سنة 1939 على بنية تنظيمية متمكنة وأقسام عديدة بمهام مختلفة. ابتداء من عام 1940 فتح هيملر التجنيد في فافن أس أس للأشخاص من العرق الألماني الذين لم يكونوا مواطنين ألمان. وفي عام 1941 أسس المكتب الرئيسي للقوات المسلحة الألمانية مكتب التوجيه الجرماني لإنشاء مكاتب تجنيد لفافن أس أس في أوروبا التي تحتلها النازية. ارتدت غالبية وحدات فافن أس أس الأجنبية رقعة طوق وطنية مميزة وتسبق ألقاب رتبها العسكرية مع البادئة فافن بدلاً من أس أس. شغل المتطوعون من الدول الإسكندنافية صفوف فرقتين أس أس فايكينغ وأس أس نوردلاند، كما انضم متحدثو الألمانية السويسرية بأعداد كبيرة، والتحق الفلمنج البلجيكي بالهولنديين لتشكيل فيلق المتطوعين الهولنديين، وانضم مواطنون من والون إلى فيلق والون. بحلول نهاية عام 1943 كان حوالي ربع قوات الأمن الخاصة من الألمان من جميع أنحاء أوروبا، وبحلول يونيو 1944 كان نصف فافن أس أس من الرعايا الأجانب. كما تمت إضافة وحدات إضافية لفافن أس أس من الأوكرانيين والألبان من كوسوفو والصرب والكروات والتركيك والقوقازيين والقوزاك والتتار. بعد انهيار ألمانيا النازية تم حل قوات الأمن الخاصة، وكان العديد من أعضاء قوات الأمن الخاصة والكثير منهم لا يزالون ملتزمين بالتعاليم والمبادئ النازية، حيث كانوا طلقاء في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا. في 21 مايو 1945 اعتقل البريطانيون هيملر الذي كان متركراً مستخدماً جواز سفر مزور، وتم إيداعه في معسكر اعتقال بالقرب من لونبرغ لينهي حياته فيه منتحراً من خلال عض كبسولة السيانيد. كما فر العديد من الأعضاء البارزين الآخرين في قوات الأمن الخاصة، ولكن تم القبض على بعضهم بسرعة، ومن بينهم إرنست كالتن برونر رئيس مكتب الأمن الرئيسي للرايخ وأعلى رتبة في قيادة الحياة بعد انتحار هيملر في جبال الألب البافارية، وكان من بين المتهمين 24 الذين حكموا في المحكمة العسكرية الدولية في 1945 و 1946.